أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. نبدأ من الهيئة نت. وجود 100 عنصر فضائي داخل جهاز مكافحة الإرهاب الحكومي. في البصائر 700,000 نازح في نينوى، معاناة بعيدة عن الإعلام. موقع كتابات: مسجدي يحرج بغداد، إذا استهدفت واشنطن إيران سنرد عليها في العراق. وفي الجزيرة نت: ضمن إجراءات محاكمة ترامب 3 لجان نيابية تستدعي بومبيو. في الشرق الأوسط: ترامب يكذب روحاني، رفضت طلب إيران رفع العقوبات مقابل عقد اجتماع. العربي الجديد عنونت: انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية وسط تهديدات أمنية. وفي القدس العربي: انفجارات تضرب كابول ومدنا أفغانية أخرى خلال انتخابات الرئاسة. تتعمد طهران تدمير جهود حكومة بغداد للنأي بالعراق عن تحمل تبعات التصعيد الجاري في المنطقة بسبب التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها الإقليميين والدوليين من جهة مقابلة. تقرير لصحيفة العرب اللندنية بشأن تصريحات السفير الإيراني في العراق الأخيرة. ولم تمض أيام على قصف صاروخي لمحيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية وتهديد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش من مغبة تكرار مثل ذلك الاستهداف الذي يرجح أن وراءه إحدى الميليشيات التابعة لإيران، حتى بادر السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي إلى التهديد باستهداف القوات الأمريكية على الأراضي العراقية في حال تعرضت بلاده لأي اعتداء من قبل واشنطن. وأظهر كلام السفير الإيراني مجددا حرص إيران على توريط العراق في صراعاتها ضد خصومها الإقليميين والدوليين والإبقاء عليه ساحة لتصفية الحسابات ضد هؤلاء الخصوم. وبحسب خبراء الشؤون الأمنية والعسكرية، فإن وجود العشرات من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران على الأراضي العراقية يمنح طهران إمكانية خوض الصراع بالوكالة ضد الولايات المتحدة على أرض غير أرضها ودون خسائر تذكر، وهو ما تطبقه إيران في اليمن حيث توكل لجماعة الحوثي مهمة مواجهة السعودية والاعتداء على أراضيها واستهداف منشآتها الحيوية دون تدخل ميداني واضح من إيران عدا بعض المساعدات التقنية الخفية وجهود إيصال الأسلحة إلى الجماعة. وقال مراقبون أن القصف المحدود الذي شمل مؤخرا المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث مقر أكبر سفارة للولايات المتحدة في العالم، هو بمنزلة جولة جديدة من الاستفزازات بدأتها إيران ضد الولايات المتحدة. خبر مؤلم نشرته جريدة الغارديان البريطانية في 27 من شهر آب عام 2019. هذا الخبر يشير إلى موت مواطن عراقي لم يتجاوز عمره 50 عاما بأثناء محاولته الفاشلة للسباحة للنجاة إلى الساحل البريطاني عقب غرق القارب الناقل له المهاجرين للقارة الأوروبية. فقد وجد جثته قرب الساحل البلجيكي. عن أسباب هجرة العراقيين إلى أوروبا كتب أحمد عبد الرزاق شكارة في صحيفة المدى. من الطبيعي عندما تكون الأوضاع العراقية غير مواتية أمنيا، سياسيا، اقتصاديا، مجتمعيا، وبيئيا وغيرها من مؤشرات سلبية، يتضح لنا المدى الواسع الذي وصلت إليه أوضاع العراق من ترد وانحدار نسبي منذ عام 2003، إذ أخذ يلحظ المراقب والمتابع الموضوعي لتطورات الشأن الداخلي العراقي أن منسوب الهجرة من العراق إلى دول العالم آخذ بتصاعد حاد في معدلاته إلى درجات غير مسبوقة. وعن تحديات المرحلة التي سبقت الهجرة إلى أوروبا متعددة ومتنوعة مثلت ما يلي من إحصاءات:
73% من هذه التحديات ذات طابع شخصي. قسم آخر منها تتسم بكونها ترجع إلى تهديدات مباشرة للأمن الشخصي للمهاجر أيا كانت مؤهلاته، ولكنها تؤدي بالنهاية لخسارة العراق كثيرا من التخصصات التي هو بأمس الحاجة إليها. ثم تأتي تحديات البطالة التي اتسع نطاقها بصورة جلية ومؤلمة، خاصة بين الشباب العراقي الذي يأمل ويرنو لمستقبل زاهر يعيشه مع عائلته في العراق، إلا أنه حاليا يقع في حزمة الأمان أكثر منها وقائع قابلة للتطبيق أو حتى للقياس، كونها معاناة معنوية نفسية أكثر منها مادية على أهميتها. يضاف إلى كل ذلك تحديات لها علاقة بالتمييز أو التمايز على أسس المحاصصة المقيتة، طائفية، عرقية، قبلية، جهوية وغيرها، والتي لم تنتشر تداعياتها الخطيرة على تماسك المجتمع العراقي في مراحل سابقة كما هي في المرحلة التي تلت 2003، وأخيرا المشكلات المالية للقروض. باختصار، موضوع الهجرة من العراق مسألة بحق تقتضي بحثا معمقا يأخذ بالحسبان مستقبل العراقي ودوره المحوري في استقرار الأمن والسلام وتحقيق الازدهار الاقتصادي المجتمعي الممهد لاستقطاب المهاجرين وعودتهم لأرض الوطن حبا في بنائه وتقدمه. لقد بات العنف ضد المرأة ظاهرة تؤثر في صدقية وسمعة العراق في المحافل الدولية بعد أن تصاعد بوتيرة سريعة في السنين الأخيرة. عن حقوق المرأة كتب جورج منصور في موقع كتابات. العنف الأسري ضد النساء أمر تحاول المؤسسات الحكومية المعنية إخفاءه وعدم الإعلان عنه، بينما تقيد الأعراف العشائرية والتقاليد البالية في المجتمع بحصره في دائرة مغلقة وعدم إثارته أو تقديم الدعاوى الخاصة به إلى المحاكم المختصة. لقد أصبحت ظاهرة انتحار النساء في العراق مقلقة وفي تزايد، وهي في نهاية المطاف تعكس حقيقة ازدياد العنف الأسري تحت طائل تأثيرات الوضع الاقتصادي والمعاشي المتردي وعدم تكافؤ الفرص والبطالة واستلاب حرية المرأة، إضافة إلى عمليات الإرهاب التي طالت حيواتها ودمرت آمالها ومستقبلها. وعلى رغم توقيع العراق على اتفاقيات دولية ومواثيق لحقوق الإنسان وموافقته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في عام 86 و900 وألف، وكونه طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في اتفاقية حقوق الطفل، بعد أن العراق أخفق في معالجة ملف مناهضة العنف ضد المرأة في بيان وجهته منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء في العراق في تشرين الثاني نوفمبر مع عام 2018، وأكدت على أنه لا تزال النساء والفتيات من خلفيات مختلفة في العراق عرضة للعنف إن كان في المنازل أو في المدرسة أو في الأماكن العامة. وأضاف الكاتب أن الأحداث اليومية تشير إلى تنامي ظاهرة قتل النساء في العراق، وهي لعمري ظاهرة خطيرة ينبغي التعجيل بوضع نهاية لها بتكثيف العمل لإعادة بناء الإنسان وتثقيفه على وفق الأسس المدنية والتنوير الديني والاجتماعي وتنشيط دور المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الآفات الاجتماعية القديمة والعادات والتقاليد البالية التي تتناقض مع تعاليم الأديان السماوية. في ملف حقوق المرأة كتبت سناء مصطفى في صحيفة الزمان العراقية مقالا جاء فيه: يؤثر الاقتصاد العراقي تأثيرا كبيرا في درجة التمكين الاقتصادي للمرأة في العراق، إذ يتميز نمط الإنتاج وطبيعة الأداء الاقتصادي في العراق بسيادة الريع وضعف النمو الاقتصادي. شهد العراق في الآونة الأخيرة انسحاب الدولة من بعض المفاصل الاقتصادية والخدمية والحد من التشغيل في الإدارة الحكومية
وهو قطاع التشغيل المفضل والحامي لحقوق النساء، مما أدى إلى تبلور ظاهرة خطيرة تتمثل في توافر رأس مال بشري مؤهل بين النساء يعاني من معدلات بطالة أعلى من المتوسط. بالمقابل تشكل النساء نسبة 13.9% فقط من القوى العاملة. وأسهم عامل آخر في إضعاف المرأة من الناحية الاقتصادية، فقد أدى التمييز بينها وبين الرجل في الأجور، حينما تعمل في القطاع الخاص إلى انخفاض نسبي في دخل المرأة من العمل. تواجه المرأة العراقية مجموعة من العقبات التي تؤثر سلباً على دورها الاقتصادي والتنموي، مما يقوض من فرص تحقيق تنمية مستدامة تؤدي فيها المرأة دور الشريك الحقيقي في التنمية والبناء من خلال مساواتها مع الرجل في الفرص الاقتصادية المتاحة وتسهيل وصولها إليها وتذليل العقبات التي تواجهها، سواء كانت تشريعية أم قانونية أم اجتماعية أو غيرها من العقبات. وحسب إحصائيات وزارة التخطيط العراقية لعام 2018، تشكل المرأة نحو 49% مقابل 51% للرجال، أي أن النساء يشكلن نصف المجتمع. ومع أن المرأة العراقية أحرزت تقدماً مهماً في مجالات عديدة لعل في مقدمتها التعليم والعمل الاجتماعي وغيرها، إلا أن معدل نشاطها الاقتصادي لا يزال متدنياً. كتب الكاتب حسام شاكر في مقاله بموقع عربي 21 مشهد لشابة أو امرأة ممددة على قارعة الطريق مع دماء نازفة من رأسها على الأرض، صار هذا المنظر اعتياديا منذ خريف 2015، وتحول الضحاياه من النساء والفتيات مثل غيرهن من التلاميذ والشبان إلى قائمة إحصائية متنامية لا تستوقف الإعلام حول العالم. إنهم ضحايا الإعدامات الميدانية التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني بحق فلسطينيات وفلسطينيين عند حواجز الإذلال والقتل المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وشرق القدس. لا تنتهي مأساة هؤلاء الضحايا بالمسارعة إلى إطلاق رصاصات قاتلة عليهم، فأجسادهم تبقى ممددة فترة من الزمن مع خيوط الدم النازفة منهم، وهي فرصة للجنود لارتشاف القهوة ومتابعة أعمالهم الاعتيادية بعد تحييد خطر مزعوم. يتداول الجمهور صور ومقاطع تظهر أن جنود الجيش وعناصر الشرطة التابعين لقوات الاحتلال يسارعون في هذه الحالات إلى تحريك أصابعهم برشاقة لإطلاق النار تباعاً، والإجهاز القاتل على الهدف الذي قد يكون صبية في عمر بناتهم أو سيدة في سن أمهاتهم. والجانب الآخر من المأساة أن الإعلان عن اسم الضحية الجديدة يتأخر ساعات وربما أياماً، بما يتسبب بضغوط نفسية هائلة على المجتمع المحلي. في حالة السيدة الفلسطينية نايفة كعابنة التي تبلغ من العمر 50 عاماً، والتي قتلها جنود الاحتلال يوم 18 سبتمبر أيلول 2019 في مشهد مأساوي تم إبلاغ الجانب الفلسطيني باسمها بعد 4 أيام من إعدامها ميدانياً عند حاجز قالنديا شمال القدس برصاصات تركت بعدها ممددة أرضاً وهي مدرجة بدمائها مدة من الزمن. إن ذرائع القتل الميداني النمطية التي تبرر بها قوات الاحتلال ما تقترفه تعني ببساطة أنه يمكن الإجهاز عليك بوابل من الرصاصات القاتلة إن كنت فلسطينياً ووصلت سيرك بسبب ما عندك من حواجز بسبب واحد من مئات الحواجز العسكرية الصهيونية المقامة في الضفة الغربية والقدس. ونشر صحيفة لوموند أنه بعد الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة ومدن مصرية أخرى هذا الجمعة والجمعة الماضي والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم السلطات بموجة قمع للمتظاهرين، وقد وضعت نقاط تفتيش حول ميدان التحرير في القاهرة وكل الميادين والساحات الكبرى في البلد، إذ يقوم رجال الأمن بتفتيش هواتف المواطنين وإيقاف كل من يدعم الاحتجاج بأي شكل كان.
واعتبرت لوموند أن حجم رد فعل النظام المصري يتناسب مع المفاجأة التي أحدثها هذا الحراك الشعبي، إذ لم يتخيل النشطاء السياسيون وقوات الأمن أن الدعوة التي أطلقها الفنان والمقاول محمد علي عبر فيديوهات مسجلة من إسبانيا سيكون له هذا الصدى وتحدث ردة الفعل هذه في الداخل المصري وتقلق السلطات المصرية، والتي كانت تعتقد أن الخوف الناتج عن القمع الشامل للإسلاميين والناشطين الليبراليين واليساريين والذي ساد منذ وصول المارشال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في صيف عام 2013 سيثني أي مواطن مصري عن تحدي حظر التظاهر المفروض. وتابعت لوموند التوضيح أن الذين تم اعتقالهم هم شباب فقراء تتراوحهم أعمارهم بين 30 و18 عاماً من الطلاب والعاطلين عن العمل القادمين من الأحياء المحرومة، والذين خرجوا للتعبير عن غضبهم وعن يأس حقيقي في مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة. ليس لهم أي انتماء سياسي، وما الفنان والمقاول محمد علي إلا القشة التي قصمت ظهر البعير. وانفجر هؤلاء الشباب بعد تصريح الرئيس السيسي السخيف بأنه سيبني قصوراً رئاسية جديدة كما يقول جمال عيد. وأضاف الصحيفة أن السلطات المصرية تخشى أن تحدث حالة من الاتصال أو التواصل بين الشارع وناشطين سياسيين، ولذلك يرى هذا الأخير أنه ستكون هناك اعتقالات جديدة في الأيام المقبلة لأن الدولة محصورة في الزاوية. توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض أكياس الشاي قد تترك وراءها مليارات من الجزيئات البلاستيكية المجهرية في الأكواب. وجد باحثون كنديون أن بعض أكياس الشاي البلاستيكية ألقت مستويات عالية من البلاستيك في الماء، وفقا لتقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وقد عثر على المواد البلاستيكية الدقيقة على نطاق واسع في مياه الصنبور والمياه المعبأة في زجاجات وفي بعض الأطعمة. وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه الجزيئات في مياه الشرب لا تمثل خطراً. ودعا الباحثون من جامعة ماكيل في مونتريال كندا إلى القيام بمزيد من التحقيق في الآثار الصحية البلاستيكيات الدقيقة المعروفة بأنها قطع صغيرة من أي نوع من أنواع الحطام البلاستيكي. ووفقا لهذه الدراسة التي نشرتها مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا، فإن مستوى الجسيمات المنبعثة من كيس شاي واحد هي أعلى عدة مرات من الجزيئات البلاستيكية التي سبق أن عثر عليها في أطعمة أخرى. ويلات الحرب في الشام، أم سورية تؤوي أولادها في حافلة مهجورة بإدلب. فوسط واد في بيرة أرمناز بريف إدلب الشمالي تعيش هيام دبيس مع أطفالها الأربعة بعد أن أودت بهم ويلات الحرب في سوريا لافتراش الطرق تارة والمكوت بين الجبال تارة أخرى، فما كان منها إلا البحث عن مأوى يقيهم برد الشتاء المقبل. فاتخذت من إحدى الحافلات المهجورة مسكنا لها ولأطفالها بدلا من مكوثهم في العراء. وهيام أصيبت بإعاقة بسبب فقدانها قدمها منذ 7 سنين من جراء تعرضها لإحدى القذائف، فأصبحت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الذي جعلها غير قادرة على تحمل مشقة الحياة. وتقول هيام الجزيرة نت: بت أتمنى الموت في كل لحظة بدلا عن معيشتي هذه، ولو أنني بقيت في داري ومت تحت أنقاضها لكان أهون من وضعي المأساوي هذا وأفضل بكثير من أن أرى أطفالي جياعا وابني الرضيع بلا حليب. نتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع أبرز ما أبدعته أنامل رسام الكاريكاتير.
وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد. في أمان الله.